السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات إيمان أم آمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم ميرندينا اللي كيعرفوها كاع الناس وخصوصا المغاربة كيبغيوها الصغار والكبار. غادي نقدمها لكم إن شاء الله بدون خميرة الحلويات، فكتجي خفيفة وزوينة، ولكن تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا النصائح اللي نقدر نعطيكم الا بغيتوا تحضروها. وإلا عجبتكم هاد الفيديو كيما ديما ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال اللايك وكذلك تعليقاتكم وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. ونخليكم دابا مع الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. الو، بالنسبه للكيك فغادي نستعمل سبونج كيك، واللي غادي نحتاج ليه 6 ديال الحبات ديال البيض مع 180 غرام ديال السكر سنيده، اي كاس. غادي ناخذ كاس بوحديته اي 150 غرام و 30 غرام بوحديتها. غادي نحتاج كذلك 180 غرام ديال الدقيق الابيض مع قبصه ديال الملح، 60 غرام ديال الحليب و 60 غرام ديال الزبده المذابه والنكهه ديال الفانيليا. وبالنسبه للطريقه فغادي ناخذ الحبات ديال البيض، غنديرهم في اناء، غادي نضيف لهم كميه ديال 30 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نديرهم في حمام مائي وانا كنحرك بالطراب اليدوي حتى كيدفى لينا هذاك الخليط ديال البيض والسكر، يعني ماشي سخن، نقدروا نقيسوه بالاسبوع ديالنا بلا ما يحرقنا، كنحسوا به سخون ولكن ما كيحرقش. اون فوا كيوصل لهذيك المرحله فكنحيدوه. خاصكم تستعملوا اناء اللي يكون كيتحمل الحراره بطبيعه الحال، ماشي اناء ديال البلاستيك. من بعد انا فرغت هذاك الخليط ديال البيض والسكر في واحد الاناء، وهنايا خديت طرب الكهربائي وغادي نبدا كنطرب، وانا كنضيف الكميه الاخرى ديال السكر اي 150 غرام ديال السكر سنيده، كنضيفو شويه بشويه وحنا كنطربو حتى كيتضاعف لينا الحجم ديال الخليط 3 ديال المرات وكيتفتح اللون ديالو. بحال طريقه باش كنخدمو لا جينواز، فقط هنايا غنخدمو بالباماغي. كنحصلوا على خليط بحال هكذا. دابا غادي نضيفوا ليه الدقيق على 3 ديال المرات، كنغربلوه بطبيعه الحال، والدقيق اللي تكون فيه قبيصه ديال الملح، وكنبداو كنخلطوا بلا ماغيز من الاسفل للاعلى بحركه دائريه وغير بشويه حتى كيدخل لينا الخليط في الدقيق في الخليط عفوا. هنايا غادي نكونوا حصلنا على جينواز اللي مخدومه في حمام مائي واللي كتجي زوينه بزاف. الا بغيتوا يمكن لكم تحبسوا هنا وصافي طيبوها بلا ما تضيفوا الزبده مع الحليب، فانا كنظن ان هكا غادي يكون احسن لان لا جينواز كتكون اخف بزاف. سينو الا بغيتوا ديروا سبونج كيك فغادي تكملوا المراحل كما غادي ندير. من بعد غادي ناخذ اناء اللي غادي ندير فيه الحليب مع الزبده المذابه، غنخلطهم مع بعضياتهم، نضيف كذلك النكهه ديال الفانيليا، وغادي نضيف لهم جزء ديال لاباغاي اللي حضرنا، غادي نخلط مزيان، ومن بعد غادي نفرغ كل شيء فوق لاباغاي الاولى، وغادي نحاولوا حتى هما ندخلوهم غير بشويه اولا ندمجوهم غير بشويه مع لاباغاي بلا ماغيز، دائما بحركه دائريه من الاسفل للاعلى، وصافي لاباغاي النهائيه ديال السبونج كيك كتكون موجوده. هنايا خديت صينيه ديال الفران غير طاوة العاديه ديال الاينوكس وغلفتها بالشكل اللي كتشوفوا، صينيه اللي مستطيله، ماشي مهم لي ديمونسيون، المهم تكون يعني ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، وصافي كنغلفها بالورق ديال الطهي، وغادي نفرغ فيها الخليط ديالي، غادي ندخلو الفران اللي يكون سخون من قبل على 180 درجه وكنخليوه حتى كيطيب.
وهنايا يعني بعد ما كيطيب فكيجي على هذا الشكل هذا. هنا خليته برد شويه في صينيه. دابا غادي نحيدو من صينيه وغادي نحيد ليه الورق ديال الطهي، وغادي نقطعو سواء بسكين او لا بالقطاعه اللي عندكم. غادي نقسمو على جوج وغادي نحطو على جنب ونخليه حتى كيبرد تماما. ودابا غادي نحضر لاكاناش ديال الحشو اللي غادي نحتاج ليها 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء. انا استعملت هاد الشوكولا هادي ديال ليدل، واللي غادي نديرها في واحد الاناء. غادي نضيف ليها 100 مليليتر ديال الكريمه السائله، وغادي نسخنوهم سواء في حمام مائي او لا في الميكرون كيما بغيتو. كنحصلوا على هاد الشكل هذا، كنخلطوه سواء بواحد لاماغيز او لا بالطراب اليدوي حتى كنحصلوا على غاناش لامعه. هنايا الكريمه يمكن لكم تعودوها بياغورت طبيعي ولا بالفانيليا اللي غتذوبوا الشكلاط وغادي تضيفوه ليها، فحتى هو كيجي لذيذ بزاف. وهنايا غادي نرجع للكيك ديالي، غناخد النص ديالو وغادي نفرغ فيه الخليط ديال لاكاناج. غادي نحاول نوزعو بشكل متساوي، غادي نغطيه بالطبقه الاخرى وغادي نخليه في الثلاجه واحد 30 دقيقه حتى كتقبض لاكاناج راسها مزيان. ومن بعد ما تماسكات ليا لاكاناج فغادي نخرج الكيك ديالي وغادي نبدا كنقطعو. كتقطعوه الشكل اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو، فانا هنايا غادي نقطعو 12 القطعه. ومن بعد فهنايا خديت كميه ديال الشوكولاته السوداء. هنا استعملت بديل الشوكولا ديال كالا، وكناخد واحد لافورشيت كنحط فوقها القطعه ديال الكيك وكنبدا كنغلفها بهذاك الشكلاط وكنمسحو عليها باش ما تجيناش طبقه اللي غليظه، تجينا فقط الطبقه اللي رقيقه ومغطيه لنا الكيك كله. كنوضعهم من بعد فوق ورق الطهي، وان فوا كنوضعو واحد الحبه فكندفعوها بلا فورشيت هكذا. ملي كتنشف الجوانب ديالها كيجيو نقيين. صافي، من بعد ما كنكمل كلشي فخديت شويه ديال الشوكولاته البيضاء اللي ضفتها على داكشي اللي بقى ليا ديال الشوكولاته السوداء، درتها في جيب الحلواني ولا كيس بلاستيكي وبديت كندير خطوط بالشكل اللي كتشوفوا. وصافي الحلوه ديالنا كتكون موجوده. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الميرندينا ديالنا. فكيجي الشكل ديالها بحال الميرندينا، المذاق ديالها كيجي رائع بزاف زوين، غادي يعجبو وليداتكم. كتعطينا كميه اللي معقوله كما شفتوا 12 قطعه، يمكن تعطيكم اكثر الا درتو قطع اللي اصغر. والنصيحه اللي نقدر نعطيكم هو الا بغيتو تحضروها فاستغناو على الزبده والحليب باش يجيكم قوام اللي يكون اخف، تجيكم اون جينواز اللي خفيفه بزاف، يعني احسن من سبونج كيك. وصافي هنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. فإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك. بالنسبه للناس اللي جدادين معنا شاركوا في القناه وفعلوا الاشتراك ديالكم بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.